وللحديث عن الأوضاع في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيفة. مرحبا بك معنا أستاذ رضا. الأمم المتحدة جددت من قلقها من استمرار قصف النظام السوري وروسيا لمناطق خفض التصعيد، كيف ترى أوضاع المدنيين في هذه المناطق؟ مساء الخير سيدي الكريم، مساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. الأمم المتحدة لم تأتي بشيء جديد، فهي تعبر عن قلقها منذ بدء الثورة السورية. رغم كل التصعيد الذي حصل في الآونة الأخيرة، فمنذ مطلع هذا العام وحتى التاريخ هذا الشهر سقط ما يقارب 1000، بالتحديد 1864 شهيد، بينهم 6 إعلاميين، 21 من الكوادر الطبية والدفاع المدني، 470 طفل، 285 امرأة فقط خلال هذه الفترة. خلال الشهر من 26 نيسان وحتى 28 أيار الفائت قتل 129 طفل كانوا في أثناء تواجدهم بمدارسهم، بمراكز التعليم، بمنازلهم، في قراهم، في مدنهم، دون أي عذر أو أي سبب. في هذه الحملة كانت مشمولة ضمن قرارات الاتفاقيات الدولية، سواء جنيف أو أستانا في المرحلة الأخيرة، إلا أن النظام والروس كعادتهم لم يلتزموا بعهد أو وعد أو حتى اتفاقية، وقاموا بهذا الهجوم المباغت على المدنيين لترمي طائراتهم بالحمم في كل يوم. وثقنا ما يقارب 59 مجزرة خلال هذه الفترة. شيء لا يعقل. لم تسلم منطقة من القصف أو الدمار. أستاذ رضا، كيف ترى جهود الأمم المتحدة مع كل هذه الأرقام وهذا النزوح والقصف من قبل النظام السوري وروسيا؟ سيدي الكريم، نحن مللنا من الجهود أو الوعود. نحن لا نحتاج لخيام، لا نحتاج لمساعدات، لا نحتاج لأرض أو أشجار حتى تأوي الناس تحتها من حر الشمس. نحن بحاجة لوقف هذا الإجرام، نحن بحاجة للضغط على هذا النظام وحلفائه لوقف إجرامهم وقتل الناس، قتل الأبرياء، تدمير كل شيء. لم يبقى شيء لم يستهدفوه. مستشفيات دمرت بالكامل، لم يبقى إلا العدد القليل الذي محصن لدرجة يصعب عليهم استهدافه. استهدفوا جميع المستشفيات، جميع مراكز الدفاع المدني. الحالة الإنسانية جدا جدا صعبة في المناطق. برأيك في حال استمرار النظام بالقصف الجوي والمدفعي أو قرر تنفيذ عملية شاملة على تلك المناطق، ما تداعيات هذه العملية إنسانيا فيما لو قرر النظام تنفيذها؟ سيكون هناك محرقة حقيقية. فالمنطقة الريف حماة وإدلب وريفة هي خزان بشري بكل ما تعني الكلمة من معنى. فيها أعداد هائلة في بقعة جغرافية صغيرة. وهذا الأمر الذي يلعب عليه النظام وحلفائه بأننا سنستهدف بشكل عشوائي في حال لم يرضخ المعارضة لطلباتنا، في حال لم نستطيع الحصول على ما نريد، سنستهدف الحاضنة الشعبية وأيا كانت النتائج تكون. نعم. الحقوقي السوري رضا سطيف كان معنا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية. شكرا لك.